وأن أفضل أمتي، فالصحابة رضي الله عنهم هم أفضل قرون هذه الأمة، أفضل المسلمين على الإطلاق، لا يساويهم أحد لامتيازهم بالصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد معه، وتلقي العلم عنه صلى الله عليه وسلم. فعندهم ميزات ليست عند غيرهم من المؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. فنهى عن سب أصحابه وتنقصهم وبغضهم، ثم بيّن فضلهم وأن أعمالهم أفضل من أعمال غيرهم. فالصدقة مثلا، لو تصدق الإنسان بمثل أحد، جبل أحد اللي تعرفون، ذهب، ذهب خالص ما بلغ المد، ربع الصاع الذي يتصدق به واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفضلهم رضي الله عنهم ومكانتهم، فهم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق، وتجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم وعدم تنقص أحد منهم، ولا يجوز الدخول في ما حصل بينهم وقت الفتنة، ما يجوز أن ندخل ونخطي فلان ونصوب فلان من الصحابة، لأنهم كلهم مجتهدون، ولا يجوز أن نتلمس أخطاءهم ونقول فلان فعل كذا، ما يجوز هذا، لأن لهم من الفضائل ما يغطي أخطاءهم إن حصلت، إن حصل من أحدهم شيء فله من الفضائل ما يغطي هذه الأخطاء رضي الله عنهم. ولا ما هم معصومون، يعني أفرادهم ما هم معصومين، قد يحصل منهم خطأ، لكن عندهم من الفضائل ما يغطي هذا الخطأ. أما إجماعهم، جماعتهم كلهم، فهم معصومون، الصحابة معصومون بجماعتهم، أما من حيث الأفراد فليسوا معصومين، قد يحصل من بعضهم خطأ، وكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون، لكن الصحابة لهم فضائل تغطي ما عندهم من الأخطاء، فضائل كثيرة مغمورة تغمر هذه الأخطاء التي تحصل من بعضهم. نعم.